النقد الرياضي الاستاذ عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع معايا دلوقتي على التليفون. استاذ عصام مساء الخير. مساء الخير يا استاذ عمرو، مساء الخير على كل مشاهدي تن وعلى كل المصريين يا رب. اهلا بحضرتك. في رسائل وجهها كابتن حسام النهارده، يعني شفتها ازاي؟ لا شفتها رسائل تصلح للبناء عليها، يعني بعضها موجه لجماهير مصر ان هو في الاخر حتى وان كان ابن المؤسسه العريقه الحمراء لكنه هو حسام البدري المصري، لان الموقع هو موقع منتخبنا الوطني، هذا هو اسمه يعني. وبالتالي قال ان هو جاء في ميعاد لتقديم عمل لبلاده، كلام متزن في كل الاحوال، يعني يتسق مع شخصيه يفترض انها رزينه ويفترض انها تستطيع ان تتعامل مع احداث كثيره بمزيد من حنكه خبرات طويله قضاها مع مدراء فنيين اجانب ومصريين، وقاد بنفسه ايضا المشوارين الفني والاداري. لكن هل سيجعل خليه النحل تعمل كما تعود؟ هل سيفسح مجال لامزجه اخرى حتى لو من طاوله اللجنه للدخول في تفاصيل؟ هي دي الأسئلة الصعبة على البدري، لكن مش بصعوبة إنه يقدر يجاوب عليها ولا لا. والمناخ العام اللي حواليه لابد أن يتدبر أمل المناخ العام بقى من جماهير، من توزيع المنتخب على كامل مصر واللعب في كل أجواءها في الوديات. اتحاد الكرة يجب أن يكون في حالة فطام بقى، اللهم إلا ما يسمى كما كل العالم الروافد، إذا كان هناك سمت مشرف سمت تقرير يقدم للجنة فنية وكذا. لكن فكرة يعني تورتاية عيد ميلاد مع احتفال باسبوع مولود دي غير جديرة بالاحترام ابدا يعني. استاذ عصام، شفت ازاي التشكيلة اللي او الجهاز المعاون للكابتن حسام البدري؟ عشان اكون صريح معاك، الكابتن حسام البدري اعتمد انه ما لا يترك كله لا يترك كله، يعني استعان برجله الاول احمد ايوب وارتضى بطارق مصطفى وهو خبرة كبرى ومحسوب على المصريين من يعني الفصيل الابيض، وده برضه طبيعي مش مشكله. ايضا ايمن طاهر بخبرات دوليه، وان كان هناك مرشحون لكن هم كانوا قد نعموا بفكره تدريب المنتخب او تدريب حراس المنتخب، وجاب سيد معوض في التشكيل الجديد وقد عمل معه بالفعل، فاستطاع ان هو لا يبقى ساب الاختيارات تفرض عليه ولا ترك الامر لاختيارات لا تصلح للمنتخب، يعني بحسب المقاييس لا كلهم مؤهلون عشان نكون صراحة. يعني مين يقلل من احمد ايوب مدرب عام للنادي الاهلي قائد النادي الاهلي مباريات واحده؟ مين يقلل من طارق مصطفى جوه مصر وبره مصر؟ وكذا سيد معوض صاعد بقوه، ايضا ايمن طاهر وله سوابق ولعب كاس العالم 90 يا جماعه، هي تحتاج لفرصه. وبعدين بركات بقى هنا لحته كده خاصة جدا، بركات الناس فاهمة انه جاي عشان يطيب خواطر وكذا، بركات ان صح التعبير يعني عقر كورة عاش مع مديرين منتخبات ومديرين فرق سواء الاهلي او اسماعيلي او خارج مصر من الاوزان الثقيلة، يستطيع ان يرتب اعماله يعني، وبالتالي هي فرصة كاملة ثم حساب كامل. من ضمن يعني الرسائل اللي وجهها النهارده كابتن حسام البدري بيقول انه الفترة المقبلة ستشهد انضمام لاعبين جدد، وكلم برضو عن المحترفين، بيقول انه انضمام 5 محترفين في المعسكر المقبل مش معناه ان احمد المحمدي مش هينضم، لكن اريد ان اقوم باختيار لاعبين جدد. شفت التصريح ده ازاي؟ اولا احنا قلنا انه معدلات السن حتى لو كان وفق يعني سابق البدري كانت هتنزل وكان يبقى الاعلى سنا هو مو صلاح تقريبا، ويقود هو منتخب مصر ربنا يوفقه في كل الاحوال، لانه انت خلاص انت داخل على 2022 واعتقد انه لازم تكون دي صيغه عقد حسام البدري، وبالتالي لابد من محمد هاني. وحتى قلنا انه قد تفقدنا بريق احمد فتحي بقى والمحمدي واخرين كثر يعني، لكن هكذا هي عوامل السن في كرة القدم مهما قدمت. انما في الفترة دي لما البدري يقول انه هيجرب لاعبين جدد اكيد قد تاتي مباراة يحتاج فيها لخبرات المحمدي، لما لا؟ لكن الاعتماد القادم انك تروح تلعب، ودي بقى حتة مهمة جدا يا استاذ عمرو الناس تعرفها، منتخبنا ما راحش ولا مرة بالعلم بقى، ومعدلات السن 26 سنة او 26 ونص زي كل الفرق اللي بنطيحها، بنروح سننا 28 ونفكر ان ده سن صغير، مش صحيح لما بنروح البطولة.
وبالتالي دي فايده الجهاز الطبي. في دكتور اسمه محمد ابو العيله بيشتغل على الحداثه والدي ان ايه، وانا بشكر البدري انه لما شاف ملفه استبقاه. هذا الرجل يستحق لانه ابن الحداثه وابن التجربه الاوروبيه. انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي اليوم السابع النقد الرياضي المعروف، ونتمنى التوفيق للكابتن حسام البدري ولكل اعضاء الجهاز الفني المعاون له في مهمته لاسعاد جماهير الكره المصريه.